الحمد لله رب العالمين، وكفى والصلاة والسلام على محمد الأمين المجتبى، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم لقاك يا رب العالمين، وأنت راض عنا أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكل السادة المتصلين والمشاهدين، وأهلا ومرحبا بكل السيدات المتصلات والمشاهدات، وأرقامنا موجودة أسفل الشاشة. وصلتنا ومنى عثمان من غليزان يقول: أرى دائما في منامك أن الكلاب من حولي ويريدون أكلي، وأنا أهرب وأصرخ بصوت عالي. إذن خيرا تلقاه وشرا تتوقاه، وخيرا لنا وشرا لأعدائنا، والحمد لله رب العالمين. هذه الرؤيا إن صحت وصدقت فلك حساد ولك أناس لا يخافون الله عز وجل، أصابوك بحسدهم وأصابوك بالعين. لكن قلت أهرب منهم وأصرخ بصوت عالي. أنا أنصحك يا أخي الفاضل المحترم أن تقضي حوائجك كلها في السر والكتمان، وتمشي عند راقي، تبحث عن راقي من الرقاة المعروفين والعالمين بالرقية الشرعية، يرقي لك على الكتاب والسنة، وحينها ترتاح بإذن الله تبارك وتعالى. ونسأل الله لنا ولك التوفيق وللأمة الجزائرية، والله أعلم. كذلك معنا سميرة من وهران: حلم زميلتي، رأت كأني ألبس لباس أبيض طويل وكأني أتيت من الحج. الله أكبر. إذن خيرا تلقينه وشرا تتوقينه، وخيرا لنا وشرا لأعدائنا، والحمد لله يا رب العالمين. رؤيتك يا سميرة ناقصة. كيف يعني؟ ما قلت الناس الحالة الاجتماعية يعني عازبة، متزوجة، هل تمرن بظروف استثنائية، هل مريضة أو ما شبه ذلك، كم مضى من عمرك؟ لكن على العموم، اللباس في المنام إن كنت عازبة فهذا يدل على أنك ستخطبين وتتزوجين بإذن الله تبارك وتعالى. أما إذا كنت متزوجة فزيادة حب ووئام وصداقة بينك وبين زوجك. واقرأي إن شئت قول الحق تبارك وتعالى في سورة البقرة: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. قال علماء التعبير: اللباس في المنام للعازبة زواج، وللسيدة المتزوجة زيادة حب ووئام وصداقة بينها وبين زوجها. أما اللون الأبيض فيدل على الأمن والطمأنينة والعافية والاستقرار، واللباس الطويل يدل على طول عمرك، سيطيل الله في عمرك بإذن الله تبارك وتعالى. وكأنك أتيت من الحج، إذن بإذن الله تبارك وتعالى لك زيارة. إن كنت ذهبت من قبل لك عودة، وأما إذا كنت لم تذهبي قط فلك زيارة إلى الحرمين الشريفين. وأتمنى من المولى تبارك وتعالى أن تكون حجة الإسلام. اللهم آمين. ورؤيتك جيدة، والله أعلم. أيضا لها رؤية ثانية تقول: رأيت كأن أخي المتوفي
رأى اسمه في قائمة الحج، وهو من اختار تاريخ الذهاب. إذن خيرا تلقينه وشرا تتوقينه، وخيرا لنا وشرا لأعدائنا، والحمد لله رب العالمين. أخوك هذا المتوفي نسأل الله أن يتغمده برحمته الواسعة، وإذا كان هو حج في الدنيا نسأل الله أن يتقبل حجه أو عمرته، لكن إذا مات ولم يحج أو يعتمر فحج عن نفسك، أو ليحج أحد أقاربك عن نفسه ثم عن أخيك، كما جاء في حديث شبرمة كما في صحيح البخاري باب الحج. أما إذا ذهبت إلى العمرة أو أحد أقاربك للعمرة، فمن ذهب فليعتمر عن نفسه أولا، ثم بعدها يعتمر عن أخيك رحمة الله عليه ثانيا، ويوم القيامة ينادى يا حاج يا معتمر، يقول يا رب أنا ما حجيت أنا ما اعتمرت، يقول لا حج عنك فلان أو فلانة، أو اعتمر عنك فلان أو فلانة، وتتقبل منه وتكتب له حسنات جديدة في سجله، والرؤية جيدة، والله أعلم. كذلك معنا عابد من ودرهيو يقول: رأيت كأني ذاهب إلى المقبرة وإلى قبر أمي، وكنت أضع أصبعي في وسط المصحف. إذن خيرا تلقاه وشرا تلقاه، وخير لنا وشرا لأعدائنا، والحمد لله رب العالمين. أخي عابد، أنت تعبان، أنت تمر بمتاعب نفسية وقلاقل، وتمر بفترة حرجة وبمعيشة ضنكة، وزرت قبر أمك وكان أصبعك في وسط المصحف، ما عليك إلا أن تقرأ القرآن بتمعن وتفاهم وتدبر، وأيضا كذلك حاول أن تجعل في أذنك خيط هاتف تسمع القرآن وأحيانا تقرأه، وتكثر من الاستغفار والدعاء، وتعين نفسك بالصدقة وصلة الرحم وحسن الجوار، وتلتزم مع المشايخ والأئمة والعلماء والوجهاء وأعيان المنطقة، ولا تبقى لوحدك، لأن العزلة قاتلة لك. إن كانت لعالم من العلماء يتفرغ لتأليف تفسير القرآن أو الفقه أو الحديث لمدة معينة فنعم، أما للعامة فلا يحق لهم ذلك، لأن ذلك يعين عليهم الشيطان. ورؤيتك يعني أعمل بما نصحتك به، سترتاح بإذن الله، والله أعلم. أهلا بدليلة من دلس، مرحبا. مساء الخير شيخ. مساء النور، كيف حالك يا دليلة؟ والله الحمد لله الشيخ، بارك بخير في عافية. مرحبا. يعطيك الصحة الشيخ، الله يسلمك، يعطيك الصحة، الله يبارك فيك، وهذا من فضل الله ثم بدعوات أمثالك. الله يسرك، بارك الله فيك. وتحية إلى كل سكان دلس وبغلية وسيدي داود وما شبه ذلك. يعطيك الصحة، مسلمين كذلك. سلم عليهم، لأن المنطقة زرتها ورأيت منكم إلا الكرم والخير والبركة والعافية. الله يسرك، يعطيك الصحة. آمين وإياك، الله يبارك فيك يا دليلة. سيدي شيخ، عندي زوج تفسيرات الأحلام حبيت تفسرهم لي. الأول، اولا انا راني هكذا مع رجلي مطلقه معاه. الله اكبر، وحده كيما انت تطلقها، الله يهديه. يعطيك الصحه، كل ما حلو الله يسلك، ولا عين طلب له في الهدايه، الله يهديه ان شاء الله. امين يا رب، امين امين. عندي هكذا سما رحت لداري،
وسامة هو اللي سامة فتح لي باب هو، وسامة قلت له باللي قلت له انا ما جيتش باش ندي وليدي، انا ما عندناش دراري بيناتنا ما كان. قلت له هاني جيت باش سامة اذا حبيت تطهروا قل لي باش نجي نحضر، بالك ما تقوليش قصتك بربي. سمعتني شيخ؟ نعم نعم هذه الرؤيا. هذه هي الرؤية. قلت له قصت بربي سامع، قلت له حضرني كي تروح تطهر الولد وليدنا، قلت له حضرني باش نجي نحضر. واش قال لك؟ هكذا سكت عليا برك هكذا، ومن بعد فطنت سيدي الشيخ. والثانية؟ نعم عندك رؤية ثانية ولا لا ما كان؟ لا لا عندي وحدة ثانية. واش هي؟ عندي وحدة ثانية، عندي أنا وأختي تحت مني ماشي الزوجة. أختك أقل منك؟ إيه أقل مني يعطيك الصحة. سمعنا هكذا قاعدين ونشوف في واحد هكذا ما عرفتش ولا مرا ولا راجل في المنى ما عرفتش، طلقت بيناتنا كنت في ران هكذا يجروا في إيران. في إيران إيه؟ إيه ثلاثة هكذا يجروا بيناتنا. هذا هو يا سيدي الشيخ. يجروا بيناتكم؟ يعطيك الصحة هذا ما كان. شحال في عمر أختي دليلة؟ أنا في عملي 49 سنة. 49؟ نعم. سبحان الله تباني أقل من ذلك، الله يبارك ما شاء الله ما شاء الله. والرجل تاعي اللي طلقني 75. 75 سنة؟ ما عنده طلقني يا سيدي الشيخ ما غالب. يعني تزوجتي كبيرة أختي دليلة؟ إيه يعطيك عندي 3 سنين زواج ثلاثة. يعني تزوجتي في عمرك 46 سنة؟ إيه ديت واحد الله غالب. منين بي بزاف ما حملناش. وانت طلبتي الطلاق ولا هو؟ لا لا والله غير هو، والله غير هو يا سيدي الشيخ. وش عندهم يطلقك؟ سيدي الشيخ نعم والله غير صباره ونخاف ربي، ساعات نقول هذا اللي طاني ربي، صبرت قد ما قدرت. وش عندهم يطلقك؟ شحال عنده؟ نعم وش عندك من اللي طلقتي؟ هكذا واحد 6 شهور هكا. ما وش حاول يرجع ليك؟ ما وش ندم؟ هكذا ما كانش انا في الشراع، ورانا مازلنا يعني نتبعوا القضيه تاع الشراع، مازال ما حوس والو والله والو. انا يعني كل يوم نطلب له. سمعتك سيدي الشيخ ذاك النهار قلت تدعي باللي 100 الخطره الله يهديه الله يهديه، والله غنديرها كل صلاه يا سيدي الشيخ. الله يهديه صح. والله غير سمعت هذيك من عندك عجبتني، وليت كل يوم في كل صلاه ندعيها 100 الخطره. قولي لي اختي دليلة. نعم. ما كاش ناس زقاو عليا قالوا على البليس؟ والله غير كاين، والله غير عنده ولاده ما شاء الله، الله يسترهم والله يحفظهم ان شاء الله. والله واش نقول لك، والله غير وقفوا معايا ما كانش ولادو صح. الله الله غالب. زوجته ميته؟ زوجته نعم متوفيه. لا لا والله غير ميته. يعني ولادو وقفوا معك انت؟ ايه ولادو معايا ساكنين معايا. ابلغيهم سلامي. نعم قولوا لهم قالكم الشيخ الله يكثر منكم. ولا عنده دراري دعي لهم سيدي الشيخ الله يستر. وبلغي لهم سلامي، قولي لهم باللي الشيخ وسلم عليكم وقال لكم السعه وباش تعاودوا تردوا الامور الى مجاريها. فهمت اختي دليله؟ نعم. ابقي معنا وستسمعي الجواب، واسال الله ان يفتح عليك. ادعي لي سيدي الشيخ الله يسترك. ابشري ابشري. يعطيك الصحه بارك الله. الله يعطيك الخير والعافيه. امين. خيرا تلقيناه وشرا تتوقيناه، وخيرا لنا وشرا لأعدائنا، والحمد لله رب العالمين. رؤيا الأولى والله جيدة، ما دام رحتي للدار وفتح لك الباب ودخلتي وقلت له إذا راح تطهر الطفل عيط لي، ما دام فتح لك الباب هذا دليل لي باب الخير سيفتح عليك إن شاء الله مرة ثانية. ما دمت صابرة ومحتسبة لله، ويعني راكي مكثرة من الاستغفار والدعاء، فواصل الطريقة واعلمي أن صبرك يحقق لك نتائج إيجابية، ودعاؤك في النهار والأسحار لا يرد بإذن رب البرية. فعليك بكثرة الأذكار والاستغفار كما يقول، أو كما كان يقول عفوا أبا هريرة رضي الله عنه، في اليوم الواحد 1000 مرة أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. كان يقولها 1000 مرة كل يوم،
ولهذا نوجه نداء لأخوات العازبات، يعني كل فتاة حابة ربي يرزقها بزوج، أكثرنا من الاستغفار 1000 مرة في اليوم، وقولوا ما أقول، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. شحال؟ 1000 مرة كل يوم. هذا الاستغفار يجيب الزواج، يجيب الغيث، يجيب المال، يجيب الذرية. واقرأوا واش قال ربي في سورة نوح عليه السلام، واش قال؟ وأن استغفروا ربكم، النتيجة، ثم توبوا إليه، واش هي النتيجة؟ يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. إذا اللي حب الزواج والغيث والذرية والمال كل يوم يجيب استغفر الله العظيم 1000 مرة، ولكن بالإخلاص تخرج منها من قلبه، ما هوش استغفار تاع اللسان فقط، إنما اللسان يكون تابعا للفؤاد، يكون تابعا لهذه المضغة التي هي الأساس في الإنسان. أسأل الله أن يفتح عليك يا دليلة. أما الفئران اللي كانوا يمروا بينك وبين أختك الثلاثة، فعندكم بعض الحساد، وعندكم بعض من لا يخافون الله تبارك وتعالى، فقولي لأختك وأنت أقضيا حوائجكما في السر والكتمان، أقضيوا حوائجكم في السر والكتمان، وواظبا على الأذكار صباحا ومساء وأثناء النوم، وأكثرا من الاستغفار، ورفع اليدين إلى السماء، وألحا على ربكما بالدعاء، وقد توافق ساعة يستجيب فيها الرب للعباد فتستجاب دعوتكما ويفتح عليكما بإذنه تعالى. أما أنا أقول أسأل الله أن يرجعك إلى زوجك سالمة غانمة فائزة في أقرب وقت، وأن يرزق الله تبارك وتعالى أختك زوجا صالحا، ولسائر إخواننا الشباب وأخواتنا الشابات أن يفتح الله على الجميع ويحقق أمانينا جميعا، والله أعلم. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وشكرا للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.